مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 285 مترجمة للعربية، وفضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك وفرجة ممتعة. وفي بداية الحلقة كما شاهدتم كانت خليصة في المطبخ، ثم دخلت هيرة وقالت لها خليصة هل نام علي؟ قالت لها نعم، ثم قالت لها أريد أن أسألك لماذا تلك النبتة في المستودع؟ قالت لها خليصة موسى لم يسخى بها ووضعها هناك. ثم بعد ذلك قالت لها هل نشرب القهوة معا ونتحدث معا؟ قالت لها لا، سوف أذهب إلى الفندق، أتيت فقط لكي أطمئن على أرهون. ثم قالت لها خليصة لديك قلب رحيم جدا رغم كل ما حدث أنت هنا. وقالت لها ليس لدينا أي فرصة لاستعادة أي من هذه، ما حدث قد حدث. وقالت لها هيرا لم أستطع ترك أرهون وحده، أفعل ما يجب أن أفعله، أصلا هو سوف يعيش بالرصاصة وفي قلبه. قالت لها خليصة ماذا يعني هذا؟ قالت لها عندما أصيب أرهون كان يريد أن يحميني، لهذا أصيب بالرصاصة في قلبه. وكانت العقربة إيفا تسترق السماء وعلمت كل شيء، وذهبت بعد ذلك لكي تخبر عفيفة. وفي هذه اللحظات كان موسى في الحديقة وقالت له غونغا ماذا تفعل هنا؟ ماذا بك؟ قال لها لا تسألي يا غونغا. قالت له هيا أريني ما بك. قال لها ابتعدي سوف أفعلها. قالت له لا والله أنا أغضب منك. وكانت كونغا تحاول مساعدة موسى. المهم وفي هذه الأثناء دخلت هيرا لغرفة أرهون بهدوء وكانت تراقبه من بعيد، ثم اقتربت منه. كانت هيرا تتخيل كلام عفيفة لها عندما قالت لها أنت لتملكين شيئا من الكرامة حتى أنك تأخذين الحساء إلى سرير الرجل الذي أهانك وطردك منه. وقالت كيف سوف أتخلص من هذه الذكريات السيئة؟ كيف سوف ننجو من هذا؟ وبعدها قالت كذلك لا هذا غير صحيح، لن أفقد قوتي. وبعدها نظرت إلى أرهون وهو نائم بحب، وأخذت من الدرج حزمة الخزامة وكانت تشم رائحتها، يعني هيرا هو أعشاب حبنا، حب لا ينتهي. وبعدها وضعتها في مكانها وخرجت من الغرفة. وفي هذه اللحظات كان كنان مع نورشاه يتحدثون، وكانت نورشاه تقول له لقد شاهدت العديد من الرسائل، وكانت من بين هذه الرسائل رسالة واحدة غير مفتوحة لفريحة، وهذه رسالة من عشيق فريحة. وقال لها هل فتحتيها؟ قالت له لا لم أفتحها. وبعدها بدأوا يتحدثون عن نفسهم، وقالت له لم أعرف ولم أدرك بنفسي أني بدأت أراك ليس مثل السابق. وبعدها جادلت إحساسي وفي الآخر تقبلته. وقال لها كنان على أنه كذلك شعر بنفس الإحساس من الأول، ولكن كنت أضحك على نفسي وأكابر. المهم كل واحد منهم صرح عن مشاعره بكل جرأة، وبعدها احتضنوا بعض. وكانت نورشاه تقول أتعلم أستطيع أن أعيش مثل هذا إلى الأبد، ولم أتذكر يوما أنني كنت هادئة جدا في حياتي مثل هذا اليوم وهذه اللحظة. وبعدها سمعت نورشاه وكنان على أن هناك أحد يقتحم المنزل. وفي هذه الأثناء دخلت إيفا إلى عفيفة وقالت لها لم أزعجك أليس كذلك؟ قالت لها هل هناك مشكلة؟ قالت لها لا أعرف هل هي مشكلة أم لا، ولكن هناك شيء يجب أن تعرفينه. قالت لها حسنا هيا قولي. قالت لها أرهون لقد تصاب بسبب هيرا، تلك الرصاصة أصابت أرهون في قلبه بسببها لأنه أراد أن يحميها. وكانت عفيفة مصدومة من كلامها. وفي هذه اللحظات كانت هيرا في الفندق وهي نائمة، وبعدها انطفأت الأضواء وبدأت هيرا تحلم بأن هناك من يخنقها. كانت تحلم بكابوس ويريد أحد ما قتلها حتى الموت. وبعدها استفاقت هيرا على صوت رنين الهاتف، واتصل بها أرهون وقال لها هل أنت بخير؟ هل حدث شيء؟ قالت له لا أنا بخير فقط رأيت كابوس. قال لها أرهون هل لم أتوقع أنك نمت الآن بهذا الوقت، لذلك اتصلت. وقالت له من الجيد أنك اتصلت بي، كان سيء جدا أنقذتني من الكابوس. قال لها يمكنك أن تخبرينني؟ استرخي. قالت له لا يمكنني أن أخبرك عن هذا الكابوس. قالت له هيرا هل أنت بخير؟ هل بك شيء؟ قال لها أنا جيد بقدر ما أستطيع أن أكون بدونك. ونظر أرهون إلى الخزامة وقال لها لقد منحتيني ليلة نوم هادئة، ولكن لماذا ذهبت ولم تحاول إيقاظي؟ قالت له لقد كنت نائم بشكل سليم للغاية ولم أرغب في مقاطعة نومك. وكان أرهون يشعر بأن هيرا بها شيء من صوتها. قال لها أنا أشعر على أن هناك شيء آخر تريدين أن تقولينه غير هذا، صوتك يرتجف وأظافرك تضغط على يديك، هيا هناك شيء أريد أن أعرف
ماذا هناك؟ هل بك شيء؟ أي أخبريني. وبعدها بدأت هيرا تتخيل كلام عفيفة لها عندما قالت لها: أنت لا تملكين شيئا من الكرامة حتى أنك تأخذين الحساء إلى سرير الرجل الذي أهانك وطردك. وقالت له هيرا: لم يحدث شيء، وسوف أفعل ما بوسعي لكي أمنع هذا، لأنني أريد أن يكون مثل هذا. قلت لك سأحاول بالنسبة لنا، وسأنسى ما يمكن أن أنساه، وأتذكر ما يمكن أن أتذكره. اليوم أدركت ذلك مرة أخرى، ولن أستسلم. هناك شيء فقدته، قطعة مهمة، لابد لي أن أجدها حتى أعود نفسي السابقة، ولا سوف أفقد نفسي أيضا. وقال لها أورهون: لا، لن تضيعين، لن أسمح بذلك. إذا خطوت خطوة هكذا أنا لن أتركك أبدا. أريد أن تكوني بخير وألا تحزني، أريدك أن تكوني جيدة. هل أكلتي؟ وقالت له: أنت لا تفكر بي. قال لها: هذا الشيء مستحيل، إذا أردت شيئا يمكنني أن آتي لكي نتمشى، هل تريدين؟ قالت له: ليس هناك داعي. ثم قال لها: في الصباح سوف أذهب إلى المستشفى. قالت له: وأنا سآتي. ثم قال لها: ليس هناك داعي. قالت له: لا، بل سوف آتي. ثم قال لها: سأذهب باكرا. وبعدها وافق أورهون، وقالت له: إذا سوف نلتقي في الصباح. ثم بعد ذلك كانت هيرا تفكر وتقول: لن نضيع، وكان أورهون كذلك يقول: سوف ننجح. وفي هذه اللحظات كانت عفيفة تقول: هذا يعني على أن ابني كان سيموت بسببها هي، كانت سبب في موت نيهال ابنتي، والآن ابني كان سوف يموت الآن. ثم كانت إيفا تقول لها: رجاء اهدئي، تحكمي بأعصابك، لا أريد مشكلة أو إزعاج أورهون. قالت لها: لابد أن تقف عند حدها، لا علي ولا أورهون تقترب منهم، يكفي. وبعد ذلك كانت تقول: لن تبقى في هذا البيت أكثر من ذلك. وذهبت عفيفة تبحث عنها ولم تجدها، وقالت لها: لقد ذهبت ربما للفندق. قالت لها: ومع ذلك سوف تأتي في الصباح. ومر الوقت وظلت هيرا وحدها وهي تفكر وحزينة وخائفة، وكانت تنظر إلى الوقت وتخيلت عندما وضعت يدها على قلب أورهون، وهي تضع يدها على قلبها وتخيلت كذلك عندما قال أورهون لها في الماضي: أهم شيء أنك موجودة بجانبي وعلى قيد الحياة، النفس الذي تتنفسي هو نفسي. وتخيلت عندما كان أورهون يصرخ عليها ويقول لها: كيف لك أن تفعلي ذلك؟ وكيف لي أن أصدقك؟ وكيف عاد من جديد وقال لها: أنت بريئة؟ وكانت هيرا مشاعرها متضاربة. وبعدها قالت هيرا: فكري في اللحظات الجميلة، يوجد الكثير، فكري فيهم. وبدأت تتخيل تلك اللحظات الجميلة فيما بينهم، وكانت أفكارها متضاربة بين حبها وكرامتها له. وبعد ذلك كان أورهون كذلك يتخيل عندما كان مع هيرا يتواعدون على حبهم وعلاقتهم، وقال أورهون: اسمك مختوم باسمي وقلبك على قلبي. وكانت هيرا كذلك تقول نفس الكلمات. وجاء الصباح وذهبت إيفا إلى أورهون تركض، وقالت له: كنت أعتقد أنك ذهبت، ولكن ربما تحتاج أن أذهب معك إلى المستشفى. قال لها: على أي حال من الأحوال أنا لست بحاجة إلى أي شخص، سوف أذهب بنفسي. وقالت له: حسنا، إذا كنت تريد أي شيء. وذهب وتركها، وكانت إيفا مصدومة. ثم بعد ذلك أتت إليها برهان وقالت لها: لا أعرف إلى ماذا تريدين الوصول إليه، ولكن ما تريدينه صعب جدا، صعب أن تصلي إلى ما تريدينه. قالت لها: تلك فارة الصحراء لن تستطيعين هزيمتها، استسلمي. قالت لها: أنا لن أستسلم وسوف ترين ذلك. وفي هذه الأثناء كانت عفيفة تعطي الأوامر لشوكت. قالت له: هي لن تدخل هذا القصر تحت أي ظرف ولا أي عذر، ولن ترى علي، ابني تلقى رصاصة بسببها، سوف أنتزع قلبها كما فعلت بابني. وكانت هذه هي الحلقة. فضلا منكم لا تنسوني أحبابي بدعمي بلايك، وشكرا لكم.